إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وذكره وأستغفر بالذي هو خير. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحوما. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محكورا. وقال تعالى أيضا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كل إنسان على هذه الأرض، كل إنسان لا بد أن يكون له هدف ينشده ويسعى ويأمل تحقيقه، وإلا كانت هذه الحياة لا قيمة لها، كالسفينة التي تمشي في لجج البحر لا ترسي على بعض. وكذلك الحياة الدنيا حياة الإنسان إذا لم تكن في هدف، إذا لم يكن لدى الإنسان هدف ينشده كان عمره ضايعا، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. فالأهداف هدفين: إما أن يكون هدفا نبيلا نفيسا رفيعا، أو أن يكون هدفا خسيسا دنيئا. إما أن يرتقي صاحبه بهذا الهدف إلى أعلى الدرجات، أو أن ينحط إلى أعلى إلى أدنى الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليه وسلم رسول الله يحث أصحابه وأمته من بعدهم على أن يرتقوا بأهدافهم وأن يرتقوا بهممهم إلى أعلى الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همة، من كانت الآخرة همة، يعني شغله الشاغل، جمع الله أو جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي رائمة. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ليس معنى أن تكون الآخرة همة، ليس معناها أن تترك الدنيا، ليس معناها أن تترك العمل، لا على العكس. أصحاب رسول الله
أشرف الأمثلة في حرصه على الآخرة مع ما بين يديه من الدنيا. أكبر مثال من أكبر الأمثلة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى أصحاب رسول الله، حتى يضرب عنه أو يحكى عنه كثير من الأقوال أنه كان كلما تعب من عد المال قسمه نصفين. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: شاطرت ربي أو شاركت ربي 3 مرات. كان يشطر ماله نصفين، وخرج عن ماله 3 مرات، ومع ذلك كان من العشرة المبشرين بالجنة. لم يمنعه همته العالية أن يرتقي في الآخرة، في درجات الآخرة، لم يمنعه من عمله الدنيوي. لكن أصحاب رسول الله ماذا كانوا يفعلون؟ كانت الدنيا فقط في أيديهم، يعملون لها، لكن لم تكن في قلوبهم، على خلاف كثير من الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا كيف نرتقي بهمتنا العالية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. هلا بعض الناس يقولون: أخي والله إذا نعد بطرف الجنة أبلاني. لا، اسأل الله تعالى الفردوس الأعلى، لكن مع العمل. أن تسأل الفردوس الأعلى وأنت لا تستيقظ على صلاة الفجر فهذا غرور. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، أو أول قال أوسط الجنة وأعلاها. أوسط يعني أفضلها. الأوسط ليس الأوسط يعني بين الجيد والرديء، لا، إنما الوسط يعني الأعلى. لذلك قال تعالى: قال أوسطه أي أحكمه وأعدله. كنتم أمة وسطا أي أمة عدلا. ليس معنى الوسط هنا بين الرديء والجيد، وإنما الوسط الشيء الرفيع. فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. هكذا إذا سألت فاسأل الفردوس الأعلى. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده همة عالية. يقول: إن لي نفسا طواقة، طواقة تطوف إلى الأشياء، تشتهي الأشياء لكن ليست الأشياء التي هي. إن لي نفسا طواقة، طاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم طاقت يعني اشتاقت إلى الخلافة فنالتها. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إلى أي شيء تطوف نفسك الآن؟ قال: تطوف إلى الجنة. هكذا هم أصحاب الهمم العالية، تقف هممهم أو لا تقف هممهم إلا عند الجنة. أما إن كانت همتك أو غاية مبتغاك عند الحياة الدنيا هذه همة دنيئة تنقضي بموت هذا الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر مرة، فيبدو أنه نزل على أعراب، وصلى الله عليه وسلم لا أحد يعطيه شيئا أو يكرمه بشيء إلا كافأه صلى الله عليه وسلم عنه. فنزل على هذا الأعرابي فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: إيتنا، يعني إمتى ما حبيت مر عنه. فمر هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الأعرابي: سلم، اسألني يعني. فقال: ناقة نركبها وأعنزة يحلبها أهلي. انظروا إلى دناءة هذه الهمة. ناقة نركبها وأعنزة يحلبها أهلي. أنت تسأل أكرم الخلق على الله، تسأله ناقة وماعز. فقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟
أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال لما خرج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل أرادوا أن يخرجوا من مصر فضلوا الطريق، فقال سألهم سيدنا موسى ما هذا؟ لما نضل الطريق؟ فقالوا يا رسول الله إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا العهد ألا نخرج من مصر حتى نحمل معنا أعظمة يعني بدنة، وإلا الأنبياء لا تأكلوا أجسادهم الأرض. أخذ علينا العهد ألا نخرج من مصر حتى نحمل معنا أعظمة يعني بدنة. فقال فمن يعلم أين أعظم يوسف عليه السلام؟ قالوا هناك عجوز وإحنا لا أحد يعرف غير هذه العجوز. قال دلوني عليها فجيء إلى نبي الله موسى عليه السلام فقال دلوني قال لها دليني على أعظم يوسف. قالت له لا أدلك حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمي؟ يعني أرادت يعني أجري أول شيء الذي يجب لي. قال ما حكمي؟ قالت أن أكون رفيقتك بالجنة. عجوز تطلب من موسى عليه السلام من أجل أن تدله على مكان قبر سيدنا يوسف تطلب منه مرافقته في الجنة. فكأن موسى عليه السلام كره هذا الحكم وهذا الطلب، فأوحى إليه ربه أن أعطها حكمها، يعني أعطها ما طلبت وهي مرافقتك في الجنة. فدلتهم على قبر سيدنا موسى فحملوا نعشة أو حملوا جسد سيدنا موسى، فإذا الطريق أمامهم كأنه نور، يعني انفتح أمامهم. الشاهد في القصة أن هذه المرأة العجوز لم تطلب شيئا من الدنيا، لأن كل شيء في الدنيا يزول مع الدنيا، لكنها طلبت مرافقته بالجنة. أيضا من أصحاب رسول الله من يعلمنا الهمة العالية ربيعة ابن كعب الأسلم. قال كنت أبيت عند رسول الله فآتيه بوضوئه وأخدمه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلني، فما سأله كما سأله الأعرابي. قال أسألك مرافقتك بالجنة. قال له غير ذا، يعني غير هذا الطلب. قال هو ذا، يا هذا يا معلم. قال ما قال له صلى الله عليه وسلم خلاص أنت رفيقي بالجنة؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك حينما تطلب من الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى في الجنة لا تطلبها وأنت بطال عن العبادة، لا تطلبها وأنت قاعد حتى عن الفرائض، لا تطلبها وأنت مقيم على المعاصي. قال العلماء إذا رأيت أن الله يعطيك من الدنيا ما تحب، إذا رأيت أن الله يعطيك من الدنيا ما تحب وأنت مقيم على معاصيه فاعلم أنك مستدرج. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، هذا إمهال فاحذر. لذلك يقول يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى أعمال كالسراب، أعمالنا أو يحكي عن أناس أعمالهم كالسراب يعني لا قيمة له، وقلب من التقوى خراب والعياذ بالله، وذنوب بعدد الرمل والتراب، ثم ترتجي الكواعب الأتراب. كواعب الأتراب يعني المرعين بالجنة. لعمره أو يقول هيهات هيهات إنك سكران بغير شر. فلذلك علينا أن نرتقي بهممنا العالية، يعني لا تطلب أو لا تطلب بالدون
سواء في عمل الدنيا أو عمل الآخرة. لا ترضى أن تقول أنا أحب أن أكون أخي في أدنى درجات الجنة. لما تقول في أدنى درجات الجنة؟ لما لا تجعل لك نصيبا من الليل من قيام الليل؟ أحيانا كثير من الناس اسمع عنهم إنه بيسهروا صلاة الصبح أحيانا، وهذا إذا كان يعني بيخاف الله بيصلي الصبح بلا، وإذا ما بيخاف الله تطب الشد تبعه الأرجيلة وهي وكانت راسه. فهذا العمر هذا رأس مالك، عمره كرأس مالك. يقول سيدنا عبد الله بن عباس: أتدرون على أي شيء يندب أهل الجنة؟ قالوا يا ابن عباس، وهل يندب أهل الجنة؟ قال: نعم، يندمون على كل نفس خرج منهم ولم يذكر الله تعالى فيه. كيف؟ لما يصل أهل الجنة الجنة ويرون أن كل نفس خرج منهم لم يغتنموه بتسبيحة، لم يغتنموه بتحميدة، لم يغتنموه بلا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، عندها يندمون على أيامهم أو على أنفاسهم التي أضاعوها بغير طاعة الله. هذا إذا أضاعوها، إذا أضاعوها بغير طاعة الله، فما بالك إذا أضاعوها بمعصية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأقول هذا القول وأستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا لا يبني، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله اقرب الينا من حبل الوريد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاحرار والامين. عباد الله، اتقوا الله، فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. خطر ببالي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. العمارة على شطرين، عمارة المساجد على شطرين. العمارة الأولى، الشطر الأول، عمارتها بالبنيان، تشييدها، تشييد المساجد والقيام على نفقتها. والعمارة الثانية وهي أهم أيضا، هامة، وهي عمارتها بالصلاة والعبادة والجمع والجماعات وإحيائها بدروس العلم وغير ذلك من العبادة. فالعمارة الثانية هي التي ترفع هذه المساجد، وإلا إذا تركت هذه المساجد لم يصلى فيها ولم يقام فيها الجمعة والجمعات ولم يقام فيها أيضا دروس العلم، فتسمى خيبة ولو كانت مشيدة. لذلك أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا المصلى، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهناك إخوة يسعون معنا من أجل عمارة هذا المسجد، إحيائه بالدعوة إلى الله وتحفيظ وتدريس القرآن الكريم. يقول الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان الأنبياء، كان سيدنا إبراهيم يدعو لنفسه ولذريته، ولذلك لما أثنى الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر الآيات، قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقرة واجعلنا للمتقين إماما. قرة العين أن ترى ولدك رجلا صالحا، قرة العين أن ترى ولدك رجلا صالحا. لذلك في القبر، في القبر عندما يكون إنسان ميت في قبره أو في حياة البرزخ، لا يبشر بشيء إلا يبشر بصلاح ولده. يعني لا يبشر والله إنك اشترى سيارة ولا أخذ بيت ولا غيره،
إنما تبشر في الإنسان مبشر في قبره بصلاح ولده. ومما قال صلى الله عليه وسلم أيضا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر ولدا صالحا. فإذا كل إنسان كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المسجد أو هذا المصلى الذي أكرمنا الله تعالى بافتتاحه وتدريس القرآن الكريم به وغيره من العلوم الشرعية، أنت مسؤول عن ولدك أن تأتي به إلى هذا المسجد، إلى هذا المسجد أو غيره، مسؤول عن ولدك أن تأخذ بيده إلى طريق الخير. فالحمد لله الله يجزيهم خير. في إخوان معنا في عنا دورات فقه في الفقه في التفسير في التجويد وغيرها من العلوم لأعمار العشر سنوات وأكثر، العشر سنوات وأكثر، حتى النساء في هناك دروس إن شاء الله ستكتب على اللوحات مدى هذه الدروس. وفي يوم السبت أيضا هناك درس عام بين المغرب والعشاء بعد صلاة المغرب، نقرأ بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ منها الأحكام الفقهية. يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لذلك نحرص علينا أن نحرص على عمارة هذا المسجد. أولا عمارته بالإنفاق عليه، هذا الإنفاق سامولي بكل جمعة بدي أذكركم أذكر نفسي، الإنفاق على هذا المسجد لا بد لنا أن ننفق عليه. كلكم تعلمون لسنا يعني في بلادنا أن المساجد يعني مجانا، المساجد هنا للأسف في هذه البلاد وغيرها ليست بالمجان، لا نصلي بالمجان. كل يوم إذا حسبناها ما حسبتم الله قديش كل يوم بيطلع علينا، كل يوم بيطلع علينا كل صلاة نصليها هون بيطلع علينا أجار. هيك هون طبيعة البلاد هون أخي ما في شيء بالمجان. وأيضا نحن أيضا يعني لا بد لنا أن ننفق من أجل أن نبقى في هذا المسجد، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من عمال هذا المسجد عمارة في البنيان وعمارة أيضا في العلم والصلوات. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به من نفسه وثنى بملائكته القدس، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وتابعيهم ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين وأهلك الكفرة والملحدين وتب على العصاة الخاطئين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وبلادهم ودينهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم بخفي لطفك فرج الهم عنا وعن المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واحسن خلاص المسجونين المظلومين، وفك اسر الماسورين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم فرج عن اهلنا في سوريا، اللهم فرج عن اهلنا في العراق، اللهم فرج عن اهلنا في اليمن، اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في كل مكان. صلي يا ربي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.